وتفضل. أعزائي أهلا وسهلا فيكم. اليوم وصفتنا للي بيحبوا الأكلات الخليجية. هاي الأكلة اسمها كبسة ودائما بتنعمل في طلعات البر، بيبقى لونها شوي فاتح، مش الكبسة اللي احنا متعودين عليها دائما. أنا عملتها اليوم بشكل كمان سريع عشان فعلا ما تاخذ منكم وقت. استعملت دجاج مقطع، إذا حبيتوا تعملوا دجاجة كاملة برضو بيمشي الحال. هلا بالنسبة للمكونات عندي كتير بسيطة، عم بتلاحظوا حتى ألوان المكونات كليتها فاتحة. وبتتذكروا مرة من زمان أنا قدمت لكم وصفة كتير 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 كانت يعني حلوة وانشهرت وكتير ناس عملوها، رز البادية. يا ريت تدوروا في الأرشيف عندي، من الوصفات الرائعة جدا. وإلى الآن عيلتنا وخصوصا خالتي، تحية لخالتي أم صالح، إلى الآن بتعملها وبتقولي منال من أطيب الوصفات. فهاي شبيهة تعتبر كمان هيك أكل البادية والأشياء اللذيذة البسيطة. أعزائي أنا في هذه الوصفة حخلط الدهن، حستعمل الزيت وحستعمل السمن البلدي. هون في الأول ححط الزيت وحبتدي أحط البصل وأحط كمية وفيرة من الثوم والزنجبيل. وأرجو منكم أعزائي إنكم ما تقارنوها بالكبسة اللي أنتم متعودين عليها. إضافة الزنجبيل هذه يمكن إحنا ما بنعملها عادة في الكبسة التقليدية، بس أنا حبيت هيك يكون الطعم كتير قوي، فجربوها بهاي الطريقة لأنه هاي شوي مختلفة. حقلب البصل وتحسوا إنه هيك أخذ الريحة والنكهة مع بعض. الدجاج هون أنا شلت الجلد، إذا حبيتوا ممكن تخلوه، بس هيك بتخلي الأمور أسهل وأسرع. وحستمر هلأ بتشويح الدجاج مع البصل، وحبتدي أضيف البهارات الخفيفة، الهيل، الكزبرة. وطبعاً إذا حبيتوا أنتوا تحطوا بهارات تانية تعملوها يعني قوية شوي فيكم، بس أنا زي ما اقترحت عليكم هاي بهارات خفيفة. القرنفل حيعطيها نكهة كمان طيبة، اللي هي المسمار، عود من القرفة، وورقتين من الغار، قرن فلفل أخضر. حشوحها هيك تشويح مع بعضها واسيبها لبدا دقائق بس لا يذبل عندي الدجاج. انا ما بدي الدجاج يكون مسلوق، عشان هيك انا بدي اياه يتشرب هلا بنكهه البهارات اللي حطيناها مع البصل والثوم، وبعد هيك نشوف الخطوه الثانيه. هلا طبعا بعد ما تركتها بدا دقائق بتشموا ريحه كثير شهيه، فعلا 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 هالوصفه رائعه. حبتدي هلا اضيف الملح، وفي عندي إضافة هون كتير حلوة إذا حبيتوا تعملوها، بنضيف راس ثوم، حياتي نكهة كتير طيبة. وإذا حبيتوا تضيفوا حبة أو حبتين من اللومي تقدروا. أنا عشان أخذ نكهة الثوم كويس هحاول أشيل هذا الجزء، بس حقصها هيك قصة خفيفة بس عشان تفتح عندي شوية الثومة بهذا الشكل بس، وحضيفها. وهلأ حغمر الدجاج بالماء. طبعا انا عم بستعمل مي سخنه مغليه، واسيبها لغايه ما يستوي عندي الدجاج، عشان هيك احنا لما قطعناه صغير كان ما بياخذ منا وقت كتير. حخلي الدجاج لغايه ما يستوي على الاخر. وخلينا اعزائي نتكلم عن الارز. انا بستعمل ارز بسمتي، او اذا حبيتوا ارز المزه ممكن. بغسل الأرز كويس عدة مرات لغاية ما يصير المي صافي، وبعد هيك بغمره بالمي وبسيبه حوالي 15 دقيقة. في خلال ال 15 دقيقة بيكون عندي الدجاج استوى، ونشوف بعد هيك كيف بدنا نضيفه. أعزائي بعد مرور الوقت استوى عندي هلأ الدجاج، حبتدي أضيف الرز. وحضيف السمن البلدي اللي حيعطيني نكهة طيبة كتير. شوي شوي بحاول أدخل الرز ما بين الدجاج لغاية ما يأخذ هيك سوى واحد، عشان أتأكد من كمية المي، هل محتاجة أزود مي ولا لا. لازم يكون المي غامر الرز بكمية بسيطة جدا، بس ما يبين عندي الرز بهذا الشكل، يعني هيك محتاجة أضيف مي. وأضيف طبعا مي مغلية
لاحظوا هلا اختفى عندي الرز، هلا المي عم تغلي وبشوي شوي حتلاحظوا انه الرز ابتدى يمتص المي. من الاسرار المهمه جدا لسلق او طبخ الرز بنجاح انه يتشرب المي بسرعه، فلاحظوا هلا هو هتشرب المي. هلا فيني اغطي واوطي واسيبه لغايه ما يستوي عندي تماما، باخذ من حوالي 15 ل 20 دقيقه. اذا عايزين تخلوها اكثر وطوا خالص النار وفيكم تسيبوها لفتره اطول. هلا الكبسه اصبحت جاهزه. حكايه حكايه حلوه. طبعا اعزائي على السكب على طول، الريحه كثير رائعه. يا سلام يا سلام يا سلام. حرش لها بس رشه بقدونس، هيك رشه خفيفه ليعطيها هيك لون لطيف، وكمان حدوق لقمه صغيره. النكهه قويه لذيذه، طعم رائع، يا ريت تجربوها وتفضلوا.